وزي ما احنا متعودين قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا بنروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي نعرف منها اخبار الطقس والمرور. لكن يا هالة بعد صباح الخير. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا منى. قبل الطقس والمرور يا هالة جاوبي قولي لي انت شايفه ايه الاخطاء اللي ممكن يكون الاباء والامهات اللي هي وقعت فيها؟ مش عاوزين الاباء اللي انا بشكل شخصي وقعت فيها مش بشكل عام. كنت هقول رايي بشكل عام. لا احنا عاوزين انت بشكل شخصي. بشكل شخصي يمكن انا يعني مختلفه معاك يا منى. لا احنا برده شويه بنعمل الأخطاء بس من غير ما نحس ومش مقصوده ان احنا بندلع اولادنا من غير ما نقصد. طب يا جماعه تعالوا اقعدوا معايا وشوفوا بنعمل لهم ايه. ما دام بنعمل لهم كل حاجه يعني انا كنت بعمل لاولادي كل حاجه من هما صغيرين واتعودوا على كده. وبعدين بس الحمد لله الزمن رباهم لما سافروا بره ولقوا ان مفيش لاكجري ان حد ينظف وراهم او حد يعمل لهم او حد يطبخ لهم بداوا يعتمدوا على نفسهم فالزمن اللي ربهم اكتر مني. ودي جزء كبير قوي من اللي انا كنت بتكلم فيه هلا فكره اللي انت تخلي الولاد يبقوا اشخاص اعتماديين يعرفوا يعتمدوا على نفسهم ده حقيقي. علشان ما يصطدموش على الاقل يعني لما بيبتدوا أيوة. ينفتحوا على المجتمع. ايوه يعني انا باباي رباني كده ان انا اصحى من النوم اسوي السرير قبل ما انزل المدرسه اعمل حاجتي لنفسي اروق دولابي لنفسي. بس انا بقى مع اولادي لا ما عملتش يعني دلعت شويه صغيرين وبعد كده رجعت ظبطت الاداء اول ما خدت بالي. بس يعني الدنيا ظبطت معايا مش انا لوحدي. انما بشكل عام عشان تو بي فيري اونست يعني او اكون صادقه انا شايفه انه هختلف معاك يا منى. الامهات بتقع في خطا اخطاء والله مش خطا في خطا خاصه فيما يتعلق بتربيه الصبيان او الذكور اكتر من البنات. تمييز حته ان هو ليه بريفيليج او اعلى شويه صحيح. لمجرد ان هو ولد فهو بياخد حقوق كتير قوي اكتر من البنت فالبنت بتحس ان هي اتظلمت والولد بيطلع شويه اناني. هلا يعني احنا ده يعني هنتناقش فيه سوا بعد الفاصل انا وانت. انا عشان في دراسات على الموضوع. لا لان انت هنا بتتكلمي على الامهات الكلاسيكيه امهات الزمن الجميل والله. لكن دلوقتي احنا في عصر تمكين المراه فهتلاقي السيدات اللي طالعه اللي هو سترونج اندبندنت وومن بيتكلموا في فكره أبداً. طب يا جماعه انا طول ما انا في صحه هفضل ادلع في اولادي واساعدهم وادلعهم واعمل لهم كل حاجه. ربنا يحفظ كل اولادنا.